السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنبدي نشرح أول دروس تيست 1 اللي هو 10.1. قبل ما نبدي في الدروس خل نخبركم عن دروس تيست 1. تيست 1 ينقسم إلى 9 دروس، هم ten point one, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2 و 12.3. تمام؟ اليوم بنشرح أول درس اللي هو 10.1 اللي هو هذا. تمام؟ يتكلم الدرس عن الليمت، النهايات. تمام؟ شلون اجي السؤال الليمت في الامتحان؟ بيقول لك ليمت اكس تؤول الى عدد، بيعطيك هني عدد. تمام؟ وبيعطيك هني المعادله. تمام؟ انا شو اسوي؟ اعوض عن قيمه اكس اللي عاطني اياها في المعادله. تمام؟ حلو. مسائل الليمت نقدر نحلها باربعه اشياء: يا ثابت او التعويض المباشر او التحليل بالعوامل او الضرب في المرافق. حلو. بس قبل ما نبدي نشرح هذين خلينا نخبركم عن خصائص الليمت. عندي 7 خصائص الى الليمت. اول خاصية هي ليمت اكس تؤول الى اي عبارة عدد وعاطنك كونستانت، جوابها الكونستانت ينزل مثل الشيء اللي هني ينزل هني. حلو. ناخذ عليها مثال اكزامبل، بيقول لك ليمت اكس تؤول الى 2 وعاطنك 7، الكونستانت كم؟ الكونستانت اي واحد؟ هذا اللي هني هو الكونستانت. تمام؟ هو السي، السي ينزل، فالسبعة تنزل في الجواب. تمام؟ فالسبعة هو الجواب. حلو. الحين نروح الى ثاني خاصية، هي بيقول لك ليمت اكس تؤول الى اي وبيعطيك معادلة اف اكس ومعادلة جي اكس وبينهم يا زائد او ناقص. حلو. ناخذ عليها مثال، يقول لك اكزامبل ليمت اكس تؤول الى سالب 3 وعاطنك معادلة الاف اكس هي اكس زائد 7 وعاطني ناقص 8. شو اسوي؟ هذا السؤال مجرد تعويض مباشر، اعوض عن كل اكس بسالب 3، فاقول لي سالب 3 زائد 7 ناقص 8 كم يساوي؟ سالب 4، فجوابها سالب 4، فاقول لي سالب 4 هو الجواب. حلو. اكزامبل 3، البروبرتيز الثالث، الخاصية الثالثة هي بيقول لك ليمت اكس تؤول الى اي وبيعطيك اكس اس ان. حلو. عاطنك في الاكزامبل اكس تؤول الى 3 وعاطنك اكس تكعيب، شو اسوي؟ مجرد اعوض بدال الاكس بثلاثة، فاقول لي 3 تكعيب. تمام؟ ما طلع لي جواب بالآلة. 3 تكعيب كم يساوي؟ 3 تكعيب كم يساوي؟ 27، فجوابها 27. الحين نروح الى رابع خاصية من خصائص الليمت، هي ليمت اكس تؤول الى اي عدد
وبيعطيك معادلة اف اكس ومعادلة جي اكس وبينهم ضرب، شو اسوي في هالحالة؟ مجرد تعويض، اعوض عن الاثنين الاكس باثنين، فاقول له 2 زائد 1 ضرب 2 ناقص 5، واطلع له جواب الآلة. اقول له 2 زائد 1 ضرب 2 ناقص 5 كم يساوي؟ سالب 9، فجوابها يساوي سالب 9. حلو؟ الحين نروح إلى خامس خاصية من خصائص الليمت. هي 5، خامس خاصية ليمت اكس تؤول إلى A، وبيعطيك كونستانت وبيعطيك معادلة الاف اكس، شو اسوي؟ في هالحالة بعد مجرد تعويض مباشر، عاطنك الاكس تساوي سالب 8 وعاطنك المعادلة هي 3x تربيع. أقول له 3، أفتح القوس، هني حنحط قوس، نحط سالب 8 ونحط تربيع ونطلع له جواب الآلة. فأقول له 3 ضرب سالب 8 تربيع كم يساوي؟ 192. فأقول له جوابها 192. تمام؟ الحين نروح إلى سادس خاصية من خصائص الليمت. هي ليمت x تؤول إلى A، وبيعطيك معادلة fx على معادلة gx. في الإكزامبل عاطني ليمت x تؤول إلى 1، وعاطنك 3x تربيع زائد 8x ناقص 4 على x تكعيب زائد 2. مجرد أعوض بدال x بواحد، فأقول له 3 في 1 تربيع زائد 8 في 1 ناقص 4 على 1 تكعيب زائد 2 كم يساوي؟ الجواب 7/3. فقل الجواب 7/3، مجرد تعويض مباشر بدال الاكس 1. تمام؟ نروح إلى سابع خاصية. هي ليمت x تؤول إلى A. تمام، وعاطنك جذر fx وهني n. شو أسوي في هالحالة؟ هذه بعد مجرد تعويض مباشر. عاطنك ليمت x تؤول إلى 6، وعاطنك جذر x تربيع زائد 1 على قولني 3. تمام، أعوض عن كل x ب 6، فأقول له 6 تربيع زائد 1، ولا ننسى هني نحط 3 ونطلع له جواب. شلون نسوي هالجذر؟ اقول له شفت وهذا الجذر صار 3 فوق. تمام، الحين اعوض عن كل اكس ب 6، فاقول له 6 تربيع زائد 1 يساوي 3.33، فجوابها 3.33. تمام، الحين خلصنا من خصائص الليمت. الحين نبدي بأول شيء اللي هو الثابت. بيقول لك ليمت x تؤول الى 2، وبيعطيك هني 3 كونستانت. احنا قلنا الكونستانت ينزل، فالثلاثة ينزل مثل الشيء، 3 3. تمام، عاطنك example 2 limit x تؤول إلى 5، وعاطنك باي. احنا قلنا الكونستانت ينزل، فالباي تنزل مثل الشي في الجواب، فأقول له باي. تمام، وهالسؤالين أسئلة assignment. تمام، حلو. الحين ناخذ مثال على التعويض المباشر، هذا بعد سؤال أسئلة assignment. عاطنك ليمت x تؤول الى 4، وعاطنك 5x، مجرد عوض بدال x ب 4، فاقول له 5 ضرب 4 واطلع له جواب الآلة. 5 في 4 يساوي 20، فجوابها يساوي 20. حلو، الحين هالسؤال قال لك ليمت x تؤول الى 3، وعاطنك جذر 7x ناقص 2، شو اقول له؟
اقول ليه احط الجذر؟ احط السبعة، احط بدال الاكس ثلاثة، فسبعة ناقص اثنين. سبعة في ثلاثة ناقص اثنين، جذر سبعة في ثلاثة ناقص اثنين كم يساوي؟ جذر 19. فقل لي الجواب مالها جذر 19. تمام؟ الحين نبدي في التحليل بالعوامل. بس قبل ما نبدي في مسائل التحليل بالعوامل، هني عندنا رولز بنمشي عليهم. تمام؟ أول رول هي A ناقص B تربيع. شو أسوي؟ أقول لي الأول تربيع، هذا الأول، هذا الثاني. فأقول لي الأول تربيع يعني A تربيع ناقص الأس في الأول في الثاني، فاثنين ضرب A ضرب سالب B سالب اثنين AB. تمام. آخر واحد الثاني تربيع، سالب B تربيع تصير موجب B تربيع. تمام. أو بيقول لك A زائد B تربيع، هذا الأول هذا الثاني. تمام؟ فأقول لي الأول تربيع، فالA تربيع زائد الأس في الأول في الثاني صارت 2AB زائد الثاني تربيع الB تربيع. حلو؟ الحين نروح إلى رولز 3. عاطنك A تربيع ناقص B تربيع، شلون نحلل هاي العوامل؟ اقول له A هني و A هني، احط سالب B هني وموجب B هني. حلو. الحين نروح الى ثالث الى رابع رول اللي هي A تكعيب ناقص ال B تكعيب. هذا شو نسوي؟ اخذ A واحدة من هني و B واحدة من هني، فصارت A ناقص B، وحط الاشارة نفس الشيء ناقص ناقص. تمام. الحين اذا اخذت A واحدة كم بقت؟ بقت اثنين لأنهم ثلاثة A. تمام؟ بعدين أحط اثنين ضرب A ضرب سالب B. تمام؟ بتطلع اثنين A، بتطلع سالب اثنين AB، بس في القانون نحطها موجب، فصارت موجب اثنين AB. الحين أحط الثاني تربيع، فالسالب B تصير B تربيع. تمام؟ نروح إلى آخر رول اللي هي A تكعيب زائد B تكعيب. ناخذ واحدة من هني وواحدة من هني، والإشارة نحطها مثل الشيء، فA زائد B. بعدين إذا أخذت من الA تكعيب واحدة كم بقى؟ بقى A اثنين، فحط له A اثنين. نضرب اثنين في A في B، صارت اثنين AB، بس في القانون نحط هني سالب مو موجب. حلو؟ آخر شيء ناخذ هل بي تربيع، فصارت بي تربيع. حلو. الحين بنبدي ناخذ الأمثلة على التحليل بالعوامل. انزل عاطنك ليمت اكس تؤول إلى سالب 4. حلو. وعاطنك اكس تربيع ناقص اكس ناقص 20 على اكس زائد 4. أول شيء أسوي أعوض عن كل إكس بأربعة، أو بدأ بطلع جواب اللي في البسط، فأقول له سالب أربعة تربيع ناقص سالب أربعة ناقص عشرين. الجواب طلع صفر، مال البسط طلع صفر، والمقام سالب أربعة زائد أربعة كم يساوي؟ يساوي صفر، فطلع الجواب صفر على صفر. في هالحالة شو أسوي؟ أسوي التحليل بالعوامل. فأقول لي التحليل بالعوامل بالعوامل. وإذا طلع صفر على رقم مثلاً صفر على ثمانية ليها جواب، جوابها صفر. إذن إذا طلع ثمانية على صفر ما ليها جواب، هذه ما ليها حل. فأقول لي ما في ليها حل. تمام؟ الحين طلع صفر على صفر، نحلل إلى عوامل. أقول لي ليمت x تؤول إلى سالب 4. عندي معادلة تربيعية أقدر أحلها بالمود 5 4، فأقول لي مود 5 مود 5 3. تمام. أول رقم 1،
ثاني رقم سالب واحد، ثالث رقم سالب 20، فالجواب يطلع 5. احطها بعكس الاشاره، طلع 5 لا احطها ناقص 5. تمام. الرقم الثاني طلع سالب 4، احطها بعكس الاشاره فتصير اكس زائد 4. حلو، على اكس زائد 4. تمام. الحين اشوف هل في شيء اقدر احذفه؟ نعم، عندي اكس زائد 4 في البسط وعندي اكس زائد 4 في المقام، فين حذفه؟ تمام، باقي اكس ناقص 5. تمام، فاقول ليه باقي اكس ناقص 5. تمام، الحين نعوض عن الاكس بسالب 4، فاقول ليه سالب 4 ناقص 5 يساوي كم؟ وطلع لي جواب الآلة، سالب 4 ناقص 5 كم يساوي؟ سالب 9، فجوابها سالب 9. تمام، نروح إلى example 2. يقول لك example 2، يقول لك limit x تؤول إلى سالب 4 وعاطنك في البسط x تكعيب زائد 4 x تربيع، وعاطنك في المقام x تربيع زائد 2 x ناقص 8. احنا قلنا اول شيء نسويه نعوض تعويض مباشر. تمام، فاقول لي اول بدا اطلع جواب اللي في البسط، اقول لي اكس تكعيب يعني سالب 4 تكعيب، تمام، زائد 4 في سالب 4 تربيع كم يساوي؟ 0. فطلع هني الجواب 0. حلو، الحين اطلع اللي في المقام، اقول لي سالب 4 تربيع زائد 2 في سالب 4 ناقص 8 يساوي 0. فطلع 0 على 0، شو اسوي الحالة؟ احلل الى عوامل، فاقول لي نحلل السؤال الى عوامل، التحليل بالعوامل. تمام، او نحلها بالعامل المشترك او العامل المشترك. تمام، اقول لي ليميت اكس تؤول الى سالب 4. حلو، الحين نشوف اللي في البسط، لو نلاحظ عندي اكس تكعيب وعندي اكس تربيع وعندي 4 اكس تربيع وعندي اكس تكعيب، شو اسوي في الحاله؟ اشوف شنو اللي هني موجود وهني بعد موجود، الاكس الاكس موجوده في هالطرف وموجوده في هالطرف، ناخذ الاصغر، ناخذ الاكس تربيع، فاقول لي الاكس تربيع هي العامل المشترك، فاقول لي اكس تربيع ناخذها كعامل مشترك. تمام، وافتح هني قوس. تمام، اذا اخذت من اكس تكعيب اكس تربيع كم بقى؟ هي كانت 3، اخذت منها 2 بقت 1، فقول لي اكس هنا. تمام، زائد اخذت من ال4 اكس تربيع اكس تربيع كم بقى؟ فبقى 4. حلو، اقول لي هني في المقام الحين احللها الى عوامل، عندي معادله تربيعيه فاحلها بالمود 5 3، فاول رقم معامله 1 فقول لي 1، ثاني رقم 2، ثالث رقم سالب 8، فيطلع الجواب، طلع اول جواب 2 موجبه فحطها ناقص 2، اعكس الاشاره. تمام، اخر شيء طلع اكس زائد 4، طلع اكس ناقص 4، اعكس اشارته صار زائد 4. تمام، الحين شو اسوي؟ اقدر احذف الاكس زائد 4 مع الاكس زائد 4، فكم بقى؟ بقى اكس تربيع على اكس ناقص 2. الحين مجرد تعويض مباشر، فاقول لي اكس تربيع اعوض عن الاكس بسالب 4 فتصير سالب 4 تربيع على سالب 4 ناقص 2 كم يساوي وطلع لي جواب الآلة، فاقول لي
سالب 4 تربيع على سالب 4 ناقص 2 كم يساوي؟ جوابها سالب 8 على 3. فقل لي الجواب مالها سالب 8 على 3. حلو؟ الحين نروح إلى هذا السؤال. هذا السؤال واجد مهم، سؤال assignment، تمام؟ فركزوا فيه عدد. يقول لك limit h تؤول إلى صفر، وعاطنك في البسط 10 زائد h تربيع ناقص 100 وفي المقام h. الحين نطلع جواب اللي في البسط. فأقول لي 10 زائد 0 تربيع ناقص 100 كم يساوي؟ يساوي 0. فهني طلع 0. حلو؟ اللي في المقام H 0، فصفر على صفر. ففي هالحالة شو أسوي؟ أحلل إلى عوامل. تمام. إنزين 10 زائد H تربيع شلون نحلل هذي؟ نقول لي الأول تربيع، يعني العشرة تربيع، يعني عشرة اضربها بعشرة كم يساوي؟ 100. يساوي 100، تمام. زائد نستخدم ليه ثاني رول، تمام. زائد الأس 2 ضرب العشرة، 2 في 10 20 H، واضربها في الH 20 H. زائد الثاني تربيع الH تربيع، فصارت H تربيع. حلو؟ الحين أقول لي فكينا القوس، فأقول لي limit H تؤول إلى صفر، أقول لي 100 زائد 22 H زائد H تربيع ناقص 100 على H. تمام. الحين لو نلاحظ في البسط في شيء نقدر نحذفه؟ اي عندي 100 هني موجبة وهني سالب 100 في انشاله. فبقى 20 H زائد H تربيع على H. لو نلاحظ في البسط هني عندي H وهني عندي H تربيع، نقدر ناخذ H كعامل مشترك. فقول لي H ناخذها كعامل مشترك. إذا أخذت من العشرين H H وش بقى؟ بقى 20، تمام. إذا أخذت من ال H 2 H 1 كم بقى؟ بقيت H 1. فقول لي H، أصك القوس على H. الحين شو أسوي؟ أقدر أحذف ال H مع ال H، فال H تروح ويا ال H، فكم بقى؟ بقى 20 زائد H، تمام. إنزين وال H كم قيمتها؟ 0. فقول لي 20 زائد 0 يساوي 20، تمام. وهالسؤال فيه لي طريقة سرعة تنحل. شلون؟ أخذ الأس 2 أضربها في 10، 2 ضرب 10 20، طلع نفس الجواب 20 20، تمام. الحين آخر مثال عندي في التحليل بالعوامل هي هذا. بعد سؤال assignment واجد مهم، يقول لك limit x تؤول إلى صفر، وعاطنك في البسط x تربيع زائد 8 x، وعاطنك في المقام x، فالمقام صار صفر، تمام. إنزين الحين أعوض عن ال x بصفر، فأقول لي صفر تربيع زائد 8 في صفر كم يساوي؟ صفر. فجوابها صفر على صفر، يعني أحلل إلى عوامل، تمام. فأقول لي limit x تؤول إلى صفر، تمام. الحين لو نلاحظ في البسط عندي x تربيع عندي 8 x، شنو المشترك بينهم؟ هالطرف في x والطرف في x، فناخذ x واحدة ناخذها عامل مشترك ونفتح القوس. إذا أخذت من x 2 x 1 كم بقى؟ بقت x، حلو؟ زائد إذا أخذت من 8 x x وش بقى؟ بقى 8، تمام؟ على x.
الحين شو اسوي؟ اقدر احذف الاكس مع الاكس، بقى اكس زائد 8، والاكس كم قيمتها؟ 0. فاقول له 0 زائد 8، فاقول له 0 زائد 8 كم يساوي؟ 8. حلو. والسؤال بعد له طريقه حلوه نقدر نحل فيها هالسؤال. الرقم اللي هني هو الجواب، فالثمانية هو الجواب، الرقم اللي هني نفسه 8 8. تمام. الحين نبدي نشرح الضرب بالمرافق اللي هو اخر شيء في هالدرس، اللي هو الضرب بالمرافق. تمام. اكزامبل 1، عاطني ليميت اكس تؤول الى 6، وعاطنك في البسط جذر اكس ناقص 2 ناقص 2 على اكس ناقص 6. اول شيء اسويه اعوض عن الاكس ب 6، فاقول ليه واطلع جواب اللي في البسط، 6 ناقص 2 ناقص 2 كم يساوي؟ 0. فصفر. وعوض عن الاكس ب 6، 6 ناقص 6 0. ففي هالحاله شو اسوي؟ عندي جذر. اذا تشفتون في المساله جذر نضربه في المرافق. تمام. فاضرب هذا في المرافق. انزين، هذا وش المرافق ماله؟ اقول لي المرافق ماله هو جذر اكس ناقص 2 ينزل، فجذر اكس ناقص 2 ينزل. حلو. الحين اذا اضرب في المرافق اعكس اشاره اللي هني، مو كانت سالب؟ اذا ضربت في المرافق اعكس اشارتها فصارت موجبه. تمام. والاثنين ينزل مثل الشيء. اللي في البسط ينزل في المقام ايضا، فجذر اكس ناقص 2 زائد 2 نفس الشيء تنزل. تمام. الحين ضربته في المرافق ماله، شو اسوي الخطوة الثانية؟ اقول لي ليمت اكس تؤول الى 6. حلو. اقول لي جذر اكس اضرب اللي في البسط في البسط، واللي في المقام في المقام. جذر اكس ناقص 2 ضرب جذر اكس ناقص 2، ينشال الجذر وينحط اللي داخل الجذر، داخل الجذر هي اكس ناقص 2. حلو. تمام. سالب 2 اضربها في موجب 2 سالب 4. تمام. على اكس ناقص 6 تنزل. تمام. اضربها في هذا اللي هو جذر اكس ناقص 2 زائد 2. تمام. الحين شو اسوي الخطوه اللي بعدها؟ اقول لي ليمت اكس تؤول الى 6، واقول لي اكس ناقص 2 ناقص 4، ناقص 2 وناقص 4، اقول لي اكس ناقص 6. تمام. احطها في قوس على اكس ناقص 6، واحط هذا اللي هو جذر اكس ناقص 2 زائد 2. تمام. الحين شو اسوي الخطوه اللي بعدها؟ اقدر احذف الاكس ناقص 6 مع الاكس ناقص 6، فوش بقى هني؟ اذا بنحذف شيء من البسط نحط واحد، لازم نحط واحد، فقول لي واحد فوق، فصارت واحد على جذر اكس ناقص 2 زائد 2. تمام. وكم قيمه الاكس؟ 6. فقول لي واحد على جذر 6 ناقص 2 زائد 2 كم يساوي؟ 1 على 4، فجوابها 1 على 4. تمام. الحين بنحل ثاني سؤال على الضرب بالمرافق. نضرب بالمرافق مال هذا. تمام. ليمت اكس تؤول الى 0، وعاطنك في البسط جذر اكس تربيع زائد 9 ناقص 3. اول شيء احنا قلنا شو نسوي؟ نعوض عن كل اكس بصفر، فاقول لي جذر 0 تربيع زائد 9 ناقص 3 كم يساوي؟ 0. ففوق 0 والصفر تربيع 0، فطلعت 0 على 0، وعندي جذر
اضرب بالمرافق ماله. فاقول لي جذر اكس تربيع زائد 9 ينزل مثل الشيء، تمام. اضربه في المرافق، هني سالب 3، اذا ضربت في المرافق صار موجب 3 على نفس الشيء ينزل. اللي في البسط اكتبه ينزل في المقام، فجذر اكس تربيع زائد 9 زائد 3، تمام. الحين اسوي الخطوه اللي بعدها، اقول له لمت اكس تؤول الى صفر اضرب اللي في في البسط في البسط، فجذر اكس تربيع زائد 9 ضرب جذر اكس تربيع زائد 9، اذا جذر اضربه في جذر ينشال الجذر، ينكتب اللي تحت الجذر، يعني ينكتب اكس تربيع زائد 9. حلو. الحين سالب 3 ضرب موجب 3، اقول له سالب 9. حلو. على اكس تربيع ضرب جذر اكس تربيع زائد 9 زائد 3، تمام. الحين شو اسوي؟ اقول لي عندي في البسط اكس تربيع زائد 9 ناقص 9، عندي زائد 9 اقدر احذفها مع سالب 9، تمام. وبعد اقدر احذف اكس تربيع اللي في الباص مع الاكس تربيع اللي في المقام. فوش صار؟ حذفت اللي في البسط كامل. احنا وش قلنا اذا نحذف في البسط شو نسوي؟ نحط واحد، فنحط واحد، تمام. واحط لي جذر اكس تربيع زائد 9 زائد 3، اقول له واحد على. الحين نعوض عن الاكس بصفر، فاقول لي صفر تربيع زائد 9 زائد 3 كم يساوي؟ يساوي 6، فالجواب 1 على 6. حلو. الحين بنشرح آخر سؤال في الضرب في المرافق، تمام. يقول لك سؤال 3، يقول لك لمت اكس تؤول الى سالب 10 وعاطنك في البسط 9 ناقص جذر اكس تربيع ناقص 19 على اكس زائد 10. في هالحالة شو اسوي؟ اضرب في المرافق ماله، تمام. فاقول لي 9 احطها مثل شيء 9 هني ناقص، الاشارة ناقص اذا ضربت المرافق تصير موجب، تمام. جذر اكس تربيع ناقص 19، حلو، على نفس الشيء 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19، حلو. فطلعت كذي، فاقول لي لمت اكس تؤول الى سالب 10، حلو. اقول لي 9 ضرب 9، 9 ضربها في 9 صار 81 ناقص ضرب موجب ناقص جذر ضرب جذر انشال الجذر، ينكتب اللي داخل الجذر اللي هي اكس تربيع ناقص 19 على اكس زائد 10. ضرب 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19، تمام. اقول لي لمت اكس تؤول الى سالب 10، اقول لي اوزع السالب اللي في البسط على اللي في القوس، تمام. فاقول لي 81 ناقص ضرب اكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص ضرب ناقص موجب 19، تمام، على اكس زائد 10
ضرب 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19 اسك القوس. تمام؟ الحين بنكمل حلها هني لان المسافة ضيقة. فاقول ليه 81 زائد 19 كم يساوي؟ فاقول ليه ليمت اكس تؤول الى سالب 10 وصار في البسط 81 زائد 81 زائد 19 يساوي 100. فاقول لي احط اول بدايه الاكس تربيع فسالب اكس تربيع تنزل فاقول لي سالب اكس تربيع زائد 100 تمام على اكس زائد 10 ضرب 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19 تمام اسك القوس. تمام صارت المعادله كذي. الحين اقول لي ليمت اكس تؤول الى سالب 10 حلو سالب اكس تربيع زائد 100 تمام. اول بدايه اسوي احط سالب تمام افتح قوسين تمام احط اول شيء اكس ضرب اكس اكس ضرب اكس اكس تربيع تمام رقم اضربه في نفسه يعطيني 100 العشرة فاقول لي زائد 10 هني وهني ناقص 10 على اكس زائد 10 حلو احط اللي هني نفس الشيء ف 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19 اسك القوس تمام. الحين عندي في البسط اكس زائد 10 اقدر احذفه معلي في المقام فصارت المعادله كذي. فاقول لي ليمت اكس تؤول الى سالب 10 تمام وعاطنك اكس ناقص 10 على 9 زائد جذر اكس تربيع ناقص 19 حلو. الحين اسوي اخر خطوه اعوض عن كل اكس بسالب 10 فاقول ليه هني سالب هني سالب تمام شلنا الاكس زائد 10 مع الاكس زائد 10 بقى سالب اكس ناقص 10 فسالب اكس ناقص 10 واللي في هني ينزل مثل الشيء تمام. الحين اخر خطوه اعوض عن كل اكس بسالب 10 فاقول لي سالب ضرب سالب 10 ناقص 10 على 9 على 9 زائد جذر سالب 10 تربيع ناقص 19 وصك القوس كم يساوي؟ الجواب مالها 10 على 9. وهذا السؤال سؤال assignment واجد واجد ركزوا عليه تمام. وفي طريقة حليوة نقدر نحل فيها السؤال شو اسوي؟ اقول ليه هني 10 لا سالب 10 هني لا احطها بالموجب فصارت موجب 10 تمام واحط اللي هني تمام فاقول لي 10 اللي هني احطها في البسط وتسعة اللي هني احطها في المقام فاقول لي 10 على 9 الجواب نفس الجواب اللي طلعته 10 على 9 10 على 9 تمام. وبكذي نكون خلصنا اول درس من دروس تست 1 اللي هو 10.1